بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حصل تدقيقا وتحقيقا اختلاق حادثة عصرة الباب وإسقاط المحسن، فهي من نسج خيال المدلس وكبراء الغلو والشعوذة وزعماء السياسة والسلطة. I'm
الشيخ المفيد الذي أنكر وجود المحسن من الأصل يؤكد هنا على نفي وبطلان كل مزاعم الإسقاط وعصرة الباب والمسمار والضلع المكسور. أثبتنا أن المبنى الشيعي العام قد أنكر وجود المحسن كلياً، وأن القول بوجوده فضلاً عن إسقاطه يرجع إلى الوهم والخيال.